السلام عليكم. ساعات بنحتاج ان احنا نرسم خط انفيزبل لاين او ان انا احول خط مرسوم لانفيزبل لاين. يعني على سبيل المثال مثلا لو انا الخط ده مش عايزه فباجي هنا مثلا في موديفاي وبلاقي عندي لاين وورك اقدر اعلم على اي خط انا عايزه واحوله لانفيزبل لاين اللي هو الانفيزبل لاين دوت اهو. تروح معلم على الخط خليها بس نحول ده لمين اوبشن تحول ده كده يتحول انفيزبل لاين. طيب لو انا ما عنديش انفيزبل لاين اعمل ايه؟ خلينا نروح كده المانج ومن اديشن سيتنج هقول له انا عايز اللاين ستايل وتيجي تبص كده تبص على الانفيزبل لاين اجي اقول له موديفاي سب كاتيجوري وابدا اسمي الاسم اللي انا عايزه سب كاتيجوري اوف لاينز اوكي تمام. كل اللي انا اعمله ان اللون البلاك دوت احوله للون ابيض بالشكل دوت تمام بحيث ان اي حاجه تترسم تبقى بلون ابيض سواء بقى اللاين باترن دوت سنتر دوتد زي ما انت عايز مش تفرق يبقى ايه ما دام هو هيبقى لونه ابيض. هاجي كده وبعد كده اروح هنا لموديفاي واقول له انا عايز اللاين ورك وبعد كده هبدا اختار من هنا الانفيزبل لاين اللي انا لسه عامله واعمل سيلكت على اي خط هيخليه مخفي بالشكل دوت.